فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. من هم أبناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هنا من هذه الآية استفيد من أن أولاد البنت أبناء للجد الذي هو أبو الأم. ولذا يأخذ من هذه الآية وغيرها يأخذ الفقهاء من أن الإنسان لو قال هذا وقف على أولاد أولادي فإنه يدخل الذكور والإناث ويدخل على القول المرجح يدخل فيه أولاد البنات. ولذلك قال عز وجل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى. وعيسى، عيسى له أب؟ لا، ومع ذلك صار من الذريه.